بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، نقدم لكم اليوم درس تعليمي في الدرس الثالث من الفصل الأول، المجال الكهربائي المنتظم. أهدافنا لليوم بنوضح مفهوم سطوح تساوي الجهد، ثم نتعرف كيف يمكن أن نحصل على مجال كهربائي منتظم، ثم نطبق مسائل فيزيائية على هذا المفهوم. سطوح تساوي الجهد، درسنا سابقا في الفصل الأول الدرس الثالث والدرس الثاني عن الجهد الكهربائي وكذلك عن المجال الكهربائي المنتظم، المجال الكهربائي. طبعا ونعرف من قبل أن الشحنات الكهربائية موجبة وسالبة، والشحنات الموجبة لديها مجال وخطوط مجال خارجة منها، والشحنات السالبة لديها خطوط مجال أيضا ولكن تدخل إلى الداخل. لو أخذنا شحنة نقطية، وهاي الشحنة النقطية تكون موجبة، طبعا تكون على شكل كروي لها ثلاث أبعاد. تكون سطوح المجال الكهربائي هي عبارة عن سطوح تساوي الجهد، هي من اسمها سطوح تساوي، يعني الجهد يكون عندها ماذا؟ متساوي. فخطوط المجال الكهربائي دائما تخرج من الشحنة الموجبة. سطوح تساوي الجهد هي عبارة عن سطوح وهمية احنا ما نقدر نشوفها، لكن لاحظنا ان قيم الجهد الكهربائي عندها تكون عند ايجاد فرق الجهد تكون تساوي صفر. فالشحنة اللي هي الشحنة الموجبة لها مجال كهربائي تكون اللي هي سطوح تساوي الجهد، عند هذه النقاط يكون الجهد متساوي، عند هذه النقاط ايضا تكون الجهد متساوي. لاحظوا هنا عندما تكون اللي هي في القرب من الشحنة نلاحظ ان الجهد هنا اكبر بكثير كلما ابتعدنا عن الشحنة. طبعا اللي هي فرق الجهد الكهربائي بين النقطتين، لو اخذنا هذه النقطة، لو فرضا ان هني بيكون الجهد الكهربائي يساوي 40 والنقطة هني بي بتكون 40، لو أجدنا الفرق الجهد الكهربائي باستخدام القانون التالي نلاحظ أن 40 ناقص 40 ويساوي صفر، بالتالي هي عبارة عن خطوط وهمية، يكون فرق الجهد الكهربائي بينها النقطتين عليها يساوي صفر. طبعا هاي الحال ينطبق على المجال الكهربائي المنتظم، اليوم بناخذه بالتفصيل. مجال الكهربائي المنتظم طبعا عبارة بيكون عندي عن لوحين، هاي اللوحين موصولين بشكل متوازي، بيكون هاي اللوح موصل للشحنات وهاي الآخر موصل للشحنات. طبعا بتكون خطوط المجال بشكل متوازي، بتروح من الموجب إلى السالب. سطوح تساوي الجهد هي الخطوط اللي بتكون باللون الأحمر. لاحظ أيضا أن كلما ابتعدنا عن خطوط المجال، يعني راح ابتعدنا عن الشحنة الموجبة، بيكون اللي هي الجهد يكون قيمته أقل. طبعا سنتطرق اكثر في موضوع الجهد الكهربائي فيما بعد، لكن الان نفكر شوي. سؤال، لماذا لا تصعق الطيور عندما تقف على اسلاك الكهرباء؟ ليش احنا اذا قالت جهد عالي احذر لا تستخدم او لا تلمس هذه اللي هي الاسلاك؟ لاحظنا او لوحظ ان الجهد على هذا السلك الواحد يكون متساوي عند جميع نقاطه، بالتالي فإن فرق الجهد بين أي نقطتين يكون يساوي صفر. طبعا فرق الجهد يعني دلتا V، يعني التغير في V يساوي كم؟ يساوي صفر. معناته أنه على هاي على مو معناته أن هاي السلك ما عنده مجال كهرباء أو جهد كهربائي، هو عنده جهد لكن الفرق ما بينهم يكون يساوي صفر. المجال الكهربائي المنتظم، الآن أخذنا سطوح تساوي الجهد وقلنا هي عبارة عن خطوط أو سطوح وهمية يكون فرق الجهد عندها يساوي صفر. المجال الكهربائي المنتظم، كيف يمكننا الحصول على قوة ومجال كهربائيين منتظمين؟ يمكننا الحصول على قوة ومجال كهربائيين منتظمين، وذلك بوضع لوحين، هاي اللوحين موصلين احداهما، طبعا لازم اثنين موازين لبعض، الاول بيكون مشحون بشحنه موجبه والثاني بيكون مشحون بشحنه سالبه، يعني بهالشكل. هاي اللوح الاول،
هاي اللوح مشحون بالشحنة الموجبة، هاي اللوح مشحون بالشحنة السالبة، هاي الأول يوازي الثاني، تمام؟ وخطوط المجال بتكون بهالاتجاه، بهالشكل من الموجب إلى السالب، من الموجب إلى السالب. إذن هذا هو المجال الكهربائي المنتظم. كنا ناخذ المجال الكهربائي حق شحنة موجبة يكون بهالشكل، يكون محيط بالشحنة بكل الاتجاهات. لكن أنا شلون أصنع خطوط متوازية باستخدام وأسوي مجال كهربائي اللي هي منتظم؟ عن طريق وضع لوحين، هاي اللوحين بيكونوا متوازيين موصلين، واحد مشحون بشحنة موجبة والثاني مشحون بشحنة سالبة. طبعا المجال الكهربائي المنتظم هو مجال كهربائي ثابت في الشدة. لاحظنا قبل شوي لما رسمنا الخطوط كانت نفس المقدار ونفس الاتجاه، اتجاه ثابت والمقدار شنو بيكون ثابت، والمجال بيكون اللي هو عند جميع النقاط اللي هي بيكون ثابت. بالنسبة للخطوط بتكون الخطوط مستقيمة ومتوازية وتكون خارجة، أهم شيء تعرفون من الموجب إلى من؟ إلى السالب، علشان ترسمون في الامتحان يجيب لكم هاي الشيء، ارسمي يجيب بهالشكل، يقول ارسم خطوط المجال الكهربائي. بما أن عندي لوحين فأرسم خطوط متوازية متساوية بالشدة متساوية بالمقدار. كيف أحسب فرق الجهد؟ طبعاً أي عملية، أي كمية فيزيائية وأي معلومة فيزيائية لها تطبيق نظري ولها تطبيق اللي هو حسابي وعملي، اللي هي حسابات وقوانين رياضية، دائماً الفيزياء والرياضيات. حساب فرق الجهد لمجال كهربائي منتظم، في الدرس السابق أخذنا أن فرق الجهد يساوي اللي هو الشغل مقسوم على الشحنة. درس اليوم ما بنروح وايد عن هذا القانون لأن هاي القانون بيساعدني أصلا في حل المسائل. التغير في الجهد، دلتا V يساوي E في D. إنزين شنو معنات E؟ إحنا قبل شوي درسنا المجال الكهربائي المنتظم وقلنا أن في لوحين، هاي اللوحين في بينهم مسافة، هاي المسافة بتكون عبارة عن دي، هاي الدي هي المقصودة هنا، والمجال هو عبارة عن المجال اللي هو اي. فرق الجهد يساوي اي مضروب في من؟ في دي. فإذا دي هي عبارة عن المسافة، والاي هي عبارة عن المجال الكهربائي. والفي هي عبارة عن فرق الجهد الكهربي، فرق الجهد. مهم جدا ان نعرف الوحدات للكميات الفيزيائيه. مثلا وحده الكميه الفيزيائيه اللي هي الجهد الكهربائي، طبعا مثل ما عرفنا في الدرس السابق ان هي عباره عن الفولت، لكن احنا شوي بنستنتج هاي الوحده عن طريق القانون. القانون يساوي اي في دي. طبعا المجال الكهربائي اللي هي وحده قياس، نبي وحده قياس الجهد. المجال الكهربائي هي عبارة عن نيوتن لكل كولوم، والمسافة هي المتر، بالتالي الوحدة القياس اللي هي للفولت بتكون نيوتن لكل متر كولوم، وهي نفسها هذه الوحدة تكافئ الفولت، وكذلك تكافئ عندي وحدة جول لكل كولوم اللي استنتجناها في الدرس السابق اللي هي عبارة عن التغير في الجهد يساوي W على Q، ونقيس وحدة W الشغل بالجول، الشحنة بالكولوم. بالتالي عندي ثلاث وحدات متكافئة، الفولت جول لكل كولوم، وبالإضافة إلى نيوتن متر لكل كولوم. وفي جهاز يقدر نقيس من خلال الجهد الكهربائي وهو الفولت أميتر. الآن نروح بنطبق القوانين. كانت قراءة الفولت أميتر متصل بلوحين متوازيين مشحونين 400 فولت. طبعاً إحنا دائماً إذا ما نعرف مثلاً شلون إحنا نطلع المعطيات نطلع بعد الوحدة، الوحدة وايد بتساعدني في الحل. فهني الجهد الكهربائي نقيسه بوحدة الفولت. المجال الكهربائي مثل ما أخذنا سابقا هو عبارة عن اللي هي نيوتن لكل كولوم،
والمسافة نقيسها بوحدة اللي هي المتر، وإذا كانت بالسانتي لازم أرجع أحولها إلى المتر، ونعطيكم بالتفصيل شلون نقدر نحولها في المسائل اللي عقب. فإذا للجهد بيكون في عندي كذا وحدة، ممكن يكون عندي النيوتن لكل كولوم طبعا مضروبة في متر، اللي بتصير نيوتن متر على كولوم، اللي هي نفسها بتساوي الوحدة اللي خدناها اللي هي من قبل اللي هي الفولت. الآن بعد خذينا وحدة أخرى اللي هي جول لكل كولوم، خذيناها في الدرس السابق. فإذا فولت نيوتن لكل كولوم متر، وجول لكل كولوم. الآن بنروح إلى طريقة حل المسائل، في لأن إحنا مهم جدا في الفيزياء يكون عندي وحدات فيزيائية أقدر من خلالها اللي تساعدني أصلا في الحل، فلازم أحفظ الوحدات وأستنتجها بشكل عام. إذا كانت قراءة فولتميتر متصل بلوحين متوازيين، فإذا عطاني اللي هي الجهد. شلون عرفت الجهد؟ لأنه قال لي 400 فولت، فإذا V تساوي 400 فولت، وذلك عندما كانت المسافة بينهما تساوي 0.2% متر. إذا المسافة يعني يقصد فيها D وتساوي كم؟ 0.2% متر. احسب شدة المجال الكهربائي، الشدة يعني إيه؟ بكل بساطة شلون بستخدم الحل؟ شلون بحل؟ بكتب القانون، بما أن أنا عرفت المعطيات بكتب القانون. القانون يقول إن الجهد الكهربائي أو التغير في الجهد هو عبارة عن E مضروب في D. الجهد الكهربائي أعطاني إياه 400، الإي هي المجال اللي هي مجهولة مضروبة في المسافة، هني المسافة بالمتر، فلا ما أحتاج إلى تحويل، فبيصير عندي بقسم الطرفين على 0.02، فبيصير عندي الجواب اللي هو أن 2 × 10 أس 4، وما أنسى نيوتن لكل كولوم وهي وحدة المجال الكهربائي. نروح إلى سؤال آخر. إذا كان مقدار الجهد الكهربائي، مقدار المجال الكهربائي في مسارع جسيمات يساوي 4.5×10^5 نيوتن لكل كولوم، فبسيده فبكتب هنا إن E تساوي 4.5×10^5 نيوتن لكل كولوم. فما مقدار الشغل المبذول؟ لاحظي الشغل يعني، أو لاحظ عزيز الطالب إن الشغل يساوي هو اللي يبي نطلعه. فما مقدار الشغل المبذول لتحريك بروتون مسافة 25 سنتي؟ السنتي لازم أحولها إلى متر. شلون بيصير عملية التحويل؟ فبصير 25×10^2، والوحدة بتكون بالمتر. على هذا المجال علما بأن شحنة البروتون، أعطاني شحنة بروتون، فإذا هو تحريك بروتون، فأنا أردي حتى لو ما أعطاني إياها أحفظ أن قيمة شحنة البروتون تساوي 1.6×10^19. هو يبي من عندي الشغل، أعطاني المسافة، شو العلاقة اللي تربط ما بين الجهد وما بين الشغل المبذول وما بين المجال؟ درسنا سابقا أن التغير في الجهد هو عبارة عن الشغل على الشحنة. الآن أنا أبي الشغل المبذول، لازم أطلع في البداية فرق الجهد الكهربائي، وعندي الشحنة، فلازم أول شيء أطلع فرق الجهد الكهربائي. هل من المعطيات الموجودة عندي أقدر أطلع؟ بروح أشيك. عندي هني الإي هي عبارة عن المجال الكهربائي، وعطاني بعد المسافة دي، أكيد دي وحولناها، فبروح أستخدم القانون اللي أخذناه في هالحصة. الفيزياء عبارة عن ربط، لازم تعرفون لما أنت تحلين فيزياء، الفيزياء بحر، لازم تختارين كل القوانين وتدخلينها مع بعض عشان يطلع عندك جواب صحيح. دلتا في هي عبارة عن اللي هو المجال الكهربائي مضروب في المسافة دي. المجال يساوي 4.5×10^5 مضروب في المسافة اللي هي أنا حولتها هني 25×10^2
سالب 2، فبيطلع لي الجواب التغير في فرق الجهد يساوي 1/10 ÷3 فولت. الآن هل انتهى الحل؟ هو شنو طالب أصلاً؟ مقدار الشغل المبذول، هو يركز لي على الشغل المبذول. فإذا بستخدم القانون الثاني، فهني إحنا ما استخدمنا بس قانون، عادي نستخدم قانون آخر نربطهم مع بعض عشان نطلع النتيجة. فإذا نستخدم القانون، التغير في الجهد يساوي الشغل على الشحنة. الآن التغير في الجهد طلعناه، أعوض فيه الشغل مطلوب. زين والشحنة من وين أجيبها؟ حتى لو ما كتبها لازم تعرفون إن قيمة الشحنة Q هي عبارة 1.6 × 10^19، وهي معطاة في السؤال، فأعوض فيها. بالنهاية بيكون عندي الشغل يساوي 1.8 × 10^14 جول، ما أنسى الوحدات كذلك. نروح إلى سؤال آخر، إلى مسألة أخرى. عزيز الطالب، مهم إن أنت تجيب ورقة وقلم وتقعد تحل معي عشان تشوف شو ممكن إحنا نطلع حل حق هاي السؤال، وتسبقني بعد في الحل. إذا لزم قوة مقدارها، إذا قوة إحنا قوة يعني F وتساوي 0.65 × 1000 لتحريك شحنة مقدارها، إذا الشحنة يعني Q مايكرو كولوم. والمايكرو بذكر إنه يساوي نفس ما خذينا في الدرس السابق، إن 10^(6) مسافة. فإذا المسافة دي تساوي 25/10^2. ليش \2؟ لأن أنا عندي إياها بالسانتي، فلازم يصير عندي بالوحدة الدولية. على النظام الدولي ما أستخدم اللي هي السانتي، أستخدم المتر. في مجال كهربائي منتظم، كلمة منتظم إن أنا سيدة تسرع لي، إن دلتا في تساوي إي في دي، إن دلتا في يساوي دبليو على كيو. فما مقدار فرق الجهد الكهربائي بين النقطتين؟ فهو يسألني عن فرق الجهد الكهربائي، يسألني عن في اللي هي يسألني عن في. الآن إي، هل هي إي موجودة عندي؟ مو موجودة، عندي بس المسافة دي. لازم نربط شوي مع الدرس الثاني عشان نقدر نحلها. الآن لاحظ إن F و Q و E في بينهم علاقة، لو شوي نتذكرها العلاقة تقول إن أنا لما يكون عندي مجال كهربائي بتكون هو عبارة عن القوة مقسومة على الشحنة، تمام؟ القوة عطاني إياها في السؤال، الشحنة عطاني إياها كذلك في السؤال، فبكل بساطة بروح بعوض فيها. القوة هي عبارة عن، أعوض بالقيمة، الكيو هي عبارة عن 37 مايكرو كولوم، فما أنسى التحويل وأضربها في 10 × 10^6، بيصير عندي الجواب اللي هو 1.75 اللي هي للمجال الكهربائي، 1.75 × 10^3 نيوتن لكل كولوم. بني هني عشان احنا ما خلص الحل، هناك احنا طلعنا بس فقط الاي. شلون بنطلع اللي هي التغير في فرق الجهد او تغير في الجهد؟ تغير في الجهد بكل بساطة، بما ان انا طلعت هناك الاي، الاي قيمتها 1.75 × 10^3، والدي عطاني اياها في السؤال وتساوي 25/10^2، والنتيجة بتكون 4.4 × 10^2 فولت. أتمنى أن يكون الحل مفهوم وواضح. وبهذا أعزائي الطلبة نراكم في درس قادم وحلقة أخرى.